تلاقيش. دي حقيقة. فيراتي النهارده رايح، مفيش غير فيراتي يمكن رايح العربي القطري النهارده. لا والله خلاص يعني شبه وصلوا لاتفاق انتقال فيراتي للعربي القطري مقابل 50 مليون يورو، رقم كبير جدا طبعا. بمناسبه الانتقالات خليني ابدا معاكم من الاخبار كده. كان معانا خبر انه بقى في حلحله للازمه قصه انتقال صلاح من ليفربول اتحاد جده، رفع العرض المالي لنادي المقابل المالي لنادي ليفربول ورفع الاجر السنوي لمحمد صلاح. تصريحات كلوب النهارده، في تسريبات بتقول ان كلوب قال لك طب انا موافق انه صلاح يمشي، رايكم ايه وايه المستجدات اللي عندكم؟ ابدا بمصطفى. المستجدات اللي عندي ان صلاح قاعد، يعني دي مستجدات اللي عندي ان صلاح بنسبه كبيره قاعد. صلاح عايز يكمل اللي هو المشوار اللي بدأه في ليفربول، ولكن الدوري السعودي خلانا ما بقاش واثقين في حاجه. يعني الاغراءات، انا هم خلاص عايزين كريستيانو، لا هنجيب كريستيانو، انت هترفض ب 200 هنرفع العرض. نفس الكلام مع صلاح، فكلوب وليفربول كلهم متمسكين بصلاح. واعتقد هو دلوقتي اهم لاعب في ليفربول في الفتره الحاليه. وده حتى باين حتى في بدايه الدوري الانجليزي ان صلاح بيقدم مستوى كبير جدا. واعتقد ان وجود صلاح في اوروبا هيفرق معاه جدا الموسم اللي احنا فيه ده، لان اعتقد كل اللعيبه المميزين الكبار في اوروبا كلهم بقى في الدوري السعودي. فطبعا هتبقى خطوه بالنسبه له. هو ما كانش بيهمه برضه عشان دي حقيقه طبعا. لا انا قصدي يعني فرصه حد صلاح، انا قصدي ان دي فرصه كبيره ليه. يعني ايه ما كانش بيهمه حد؟ يعني احمد بيقول بعد رحيل النجوم، فانا بقول له لا المنافسه قصدي هتبقى هتقل شويه، هتبقى اسهل طبعا، لان وجود اغلب النجوم كلها في الدوري السعودي هيتسهل عليه مهمه ان هو ياخد افضل لاعب في العالم. واكيد ده حلم ليه، لان هو كمان قال لك انا ده من ضمن الاحلام اللي هو اكيد لسه ما حققهاش. فلكن وجهه نظري ان صلاح مكمل، لكن مع الدوري السعودي كل شيء ممكن. يعني لحد يعني الان انا من معلوماتي ان هو مكمل. يعني بلال، لا يعني انا اتمنى بقائه في الدوري الانجليزي، ولكن اتوقع انتقاله للدوري السعودي. انا بتوقع ان هو هينتقل، لن يصمد صلاح ولن يصمد ليفربول. انتقاله في انت اعتقد يومين ثلاثه اللي جايين دول، يوم 20 سبتمبر غلق باب القيد. القيد. انا اتوقع ان هو يعني قبل غلق باب القيد هيعلن انتقال صلاح للدوري السعودي. امبارح هو كان في زياره، خلينا نشوف الصوره بتاعت محمد صلاح للمتحف. كان بالظبط كان في زياره في المتحف، صارت الجدل شويه في لندن. اكيد طبعا فيها يعني اكيد ليها رساله، دي صوره صلاح المتحف المصري او متحف يعني القاعه المصريه داخل المتحف في لندن. في لندن. واكيد طبعا ليها رساله بس يعني هو مختار كمان الكلمه رساله راجع مصر مثلا. مش راجع مصر طبعا، لا هو كده كده صلاح جاي مصر في التجمع المنتخب. طيب بناء على تاكيدات زميلي العزيز احمد شهاب اللي تواصل مع المدير الرياضي لنادي ليفربول، واللي اكد له خلال التواصل او المكالمه دي انه صلاح باقي في ليفربول ولن ينتقل لاي نادي ثاني. مش احمد مصطفى طيب انا لسه قايلها. احمد مصطفى لسه قايلها دلوقتي. لا اصل انت خد بالك كل يوم في جديد. وبعدين الـ انا يعني من دي 1 قلت انه صلاح اكيد عقليته طيب نروح للصوره. انا حابب يعني نعلق على الصوره كده وخلي الصوره معانا واحنا بنتكلم على صلاح، لان انا قلت انه عقليه صلاح مش ممكن يعني برضو لا ليها دلاله كبيره جدا اختياره للمتحف واختياره للكادر ده المصري برضو ليه جبروت. شفت المصري المصري عظيم. شفت تعليق حلو قوي عجبني امبارح على الصوره عند صلاح، واحد كاتب له عادي ما انت ملك وسط الملوك. ف صحيح بصراحه هو بالظبط فن صحيح. اختيار الصوره موفقه جدا في وقت يعني. لكن انا كانت قصتي مش صلاح، كانت قصتي ليفربول. فكره ان هو يجي له، هو اشترى صلاح من روما ايه ب 35 او 40، كان الخناقه بينه وبين تشيلسي ساعتها تقريبا 35 40. النهارده بتتكلم على 150 مليون، فبالتالي يعني اداره ليفربول ممكن جدا جدا تفكر تقول انه ده لحد الان الموضوع ممكن يزيد اصلا لو هم برضه متمسكين طبعا، فكل شيء وارد. وخاصه ان كمان ليفربول مش هيلعب دوري ابطال اوروبا. انا يعني انا فرهاني، مش براهن على معلومه، او انا براهن على توقع شخصي. توقع الشخصي ان ليفربول مش ما عندهاش تحديات كبيره زي كل سيزون، ان هم مش هيشاركوا في دوري ابطال اوروبا. بيبنوا لسه فريق، فممكن يصروا على ان صلاح يكون هو مثلا النجم الاوحد للفريق زي ما هو حاصل دلوقتي ولامم الفريق كله حواليه. وممكن يختاروا ان هم يعني ياخدوا المقابل المادي الكبير ده، يقدروا يجيبوا بيه لاعب او اثنين يراهنوا عليهم في المستقبل، خاصه ان محمد صلاح دلوقتي 31 سنه. يعني ده ممكن صحيح. يكون
التفكير عنده. فكرتوني بفشل صفقه لوكاس باكيتا، عشان انا فاكر اخر مره اتكلمت مع بعض لسه شايف له فيديو امبارح وافتكرتك. للاسف صفقه كانت مهمه جدا لمانشستر سيتي. صحيح. جدا لان صحيح. كانت هتعوض رحيل او سوري اصابه دي بروين، اللي هو غياب فتره كبيره طبعا هيفرق جدا. صحيح. طب هاخدكم